هو الحقيقة أنا كنت شابة صغيرة بحاول أقوم بواجبات بيتي، وكان عندنا شغالين برضو بيجيب لي شغالة تساعدني، واحدة بتغسل الملابس. عشتي في البلد؟ لا، في المنصورة، المنصورة. مش حاجة اسمها بلد خالص. احنا جينا هنا من المنصورة، حتى ايام كان خطيبني من المنصورة، جينا المنصورة سن 12 سنة. تمام، اتجوزت يعني في المنصورة، ولما جيتي القاهرة بعد كده؟ لا، ما جيتش القاهرة، ما جيتش خالص. القاهرة خالص، فضلت طول حياتك في المنصورة، وما زلت لغاية الآن. طب كويس، ما زلت لغاية الآن في المنصورة. كويس، والحياة كانت كويسة وبطلتي تعليم؟ مش بطلت بقى، نمر جمرة نار هنا كده، قايدة عايزة أتعلم بأي شكل. يعني هو طلعني وأقف في الشباك أشوف زمايلي رايحين المدرسة أعيط، الاقوم جايين من المدرسه. طب ما هو كان راجل طيب، ما قلتلوش عايز اكمل؟ مفيش، لا مفيش كلام من ده. السبب ايه انا معرفش لغايه الان، بس لما بفر في الصور بتاعتي عرفت هو كان ليه السبب، عشان انا كنت جميله جدا. كنت حلوه جدا جدا، مريم فخر الدين دي ولا حاجه. فهو بقى ما في ممنوع اعمل، بقيت ست بيت بقى، لكن ولادي حطيت فيهم كل همي بقى. طلعتيهم كلهم مش بس متعلمين، دكاتره كلهم اساتذه. يعني محمد الكبير ربنا يحميه، اللي هو بعد الدكتوره سونا. الدكتوره سونا على فكره معاها ماجستير في الاشعه وبتشتغل في وزاره الصحه، ومحمد بيشتغل في ابو قير للاسمده وخد الدكتوراه قريب، و بيدرس في حاجة برضو مشرف على رسائل الدكتوراه، يعني أستاذ. لا بس هو بيشتغل، هو مهندس. مهندس دكتور في أبو قير للأسمدة. وبعدين بقى شيرين محمد، وبعدين شيرين بقى رهيان زي ما حضرتك شايف، دكتورة أستاذة. ومصطفى بقى كاتب وروائي ومهندس برضو. كويس. زوجك بقى توفى إمتى؟ لا قريب، قريب 2007. وبعدين بقى ايه اللي حصل بعد ما توفى زوجك؟ هو قبل ما يتوفى كنا رحنا ليبيا شويه، كان جاله اعاره سافر، انا خدت في الاثناء دي بقى الاعداديه. وافق بقى هو؟ لا، موافق مين؟ موافق مين؟ هو سافر وانا بقيت لوحدي بقى. رح فري ليبيا بقى. يعني عملتيها من غير ما فري. خدت الشهاده القديمه، كانوا بيدوني شهاده ورقيه. كان عندك كم سنه وقتها؟ 38. 38. واصرار اصرار هاخد الاعداديه، يعني هاخد، وجبت فيها 90%. هو ما يعرفش، جه انا خدت خلاص، هيقول ايه. خدني بقى ليبيا وياه لما نزل اجازه. عقابا ليكي، خدك ليبيا. قعدت اربع سنين. انا احترمنا ليبيا جميله وكل حاجه، بس منع هتكمل. كانت اربع سنين حلوين قوي في ليبيا برضه. كويس. ورجعنا في الاثناء دي بقى انا عيت بكانسر، اتعالجت سنه ونص وهو عايش، وتوفى بقى وانت عيانه. انت هو توفى وانت عيانه. بعد سنه، يعني خد العلاج، خد سنه ونص كده، سنتين، هو توفى بعدها. العيال كان بقى جوز بقى، اللي اتجوزوا، واللي كان فاضل مصطفى بس. اللي ما كانش اتجوز قبل ما يموت. وخلاص مصطفى اتجوز بقى لما هو توفى، وخلاص على كده. فضلت بقى، كنت عندي 20 يوم بزورها، وبعدين زي ما تقول بنتكلم في حاجه، فقامت قالت لي الله، ايه يا ماما ما بتكمليش تعليم ليه؟ قلت لها كمل. كان عندي كام سنه بقى وقتها؟ 68. تمام، يعني قعدت الاداريه معايا 30 سنه. قالت لك شيرين ما بتكمليش دراسه ليه؟ بكمل ايه يا بنتي، لان سني 68 سنه. قالت والله العظيم انت عندك معلومات هايله، والتعليم هيبقى معاكي لعبه. سمعت كلام وانا راجعه من مصر بقى، سمعت كلام، خدت الشهاده الاعداديه اللي كنت واخدها سنه 81 لمديريه التربيه والتعليم عندنا دي، ممكن اكمل بها ثانوي. قالوا قوي قوي يا جماعه، ده من ساعه 81 وانا من مواليد 43. قالوا ان كنت من 1900 احنا عايزينك. شجعوني بقى تشجيع رائع. خدت اولى ثانوي. دخلتي مدرسه ثانوي؟ بس ما بتروحيش؟ بروح يا عم، ولا بيهمني. هو مات بقى، الله يصلح حالك. الامور مات خلاص. ظالم الحسن مات. الله يرحمه. ف رحت بقى اولى ثانوي،
بس كانت الدراسة وقفت بقى، معاش العيال بيجوا، مفيش دراسة بتتقال، بقيت أروح امتحن واجي أولى وتانية وتالتة، وكنت ساعات بجيب ملحق في الرياضة، لأن أصلا كانت الرياضة عندنا زمان مختلفة طبعا، فكنت بقى لازم أجيب ملحق في الرياضة. والسنتين بتوع الثانوي، الثانوي الأولانيين اللي فيهم قبل ما تبقي أدبي، التالتة بقى كانت بقيت الأدبي بقى خلاص، تحررت بقى دلوقتي. كارل ماركس بقى وغيره وغيره وغيره، ادبي بقى. خدت الثانويه العامه؟ كان عندي كام سنه بقى؟ كنت دخلت في السبعينيه بقى. 71. جبت مجموع كويس؟ حوالي 83%. كنت بتروحي سناتر وكده ومدرسه خصوصيه؟ بتروحي؟ لازم اروح السنتر واحده. قابلتي التالت. حاجات بقى، مواقف طبعا؟ لا 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 والله، كانوا كلهم بيشجعوني. عرفوكي على طول؟ ما انساني شاطره. بس كنت ما فيش حد زيك؟ لا لوحدي. انا لوحدي؟ لا مش لوحدي بقى، لوحدي في السن. لا يعني في السن ده، في الحاله دي مفيش غيرك. لا انا لوحدي لغايه ما خدت الثانويه العامه، ورحت بقى قدمت في الايه، في كليه الاداب. كليه الاداب عايزه ايه بقى؟ انا من كليه الاداب القسم التركي. تركي؟ التركي. ليه بقى؟ ليه بقى؟ زرت تركيا وعجبتني قوي 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 معاملتهم للسياح، ما يعرف انك سائح عايز يفرش لك الارض ورد. اي مكان، وانا ما بتكلمش تركي ولا هم بيعرفوا عربي، بس في حاجات كتيره من اللغه التركيه احنا عارفينها. فحبيتي تدرسي تركي بقى؟ ايوه. ما درستيش ليه؟ علشان خاطر لقيت خمس لغات معايا، مش التركي مفرط، التركي معاه خمس لغات. الارديه، العبريه، الـ الفارسيه، التركي، ومش عارفه اللغه الثانيه ايه. لا صعبه، مشوار صعب. مش مشوار صعب يعني، برضو ما تنساش ان انا صحيح سني 17 سنه. صحيح. بس ال 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 17 سنه ده السن المعروف، لكن السن الافتراضي 71 سنه. حضرتك مش قلباهم بس يعني، مش قلبه الارقام يعني. المهم دخلت اجتماع. اجتماع ما اعرفش ليه، ايه السبب؟ انا لغايه الان مش عارفه ايه اللي خلاني اخترت قسم ما كان فيه يوناني وكان فيه ايطالي، وفي تاريخ وفي جغرافيا، ده انا شاطر، ده انا جايبه 55 من 60 في التاريخ ادبي منزلي، يعني كان ممكن ادخل تاريخ واترتب كمان، لكن انا خدت الاجتماع. لما دخلت القسم لقيت كل الاقسام موجوده فيه طبعا، قلت الله، ده ربنا بقى بيحبني.